هكذا أحيا متظاهر تشرين الذكرى الثالثة لانطلاق ثورتهم. هتافات رافضة لهيمنة إيران على العراق تنم عن معرفة أصل الداء وما تسبب به من خراب. خراب شاخص لا يمكن أن تخفيه المرافعات التي يطلقها أتباع إيران، كما هو الحال مع زعيم ميليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله، الذي انبرى مدافعا عن أولياء نعمته في طهران، مهاجما الشعب العراقي ومتهما إياه بنكران الجميل. كيف يمكن لشعب العراق أن ينسى حضور الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهداء الإيرانيين من قادة ومن مقاتلين ومن متطوعين؟ كيف يمكن أن ينسى وقفة إيران؟ والمسؤولون العراقيون يوضحون ذلك يوميا. صلف معهود من أبواق إيران وعمليات خلط للأوراق، حيث اعتبر نصر الله إيران متفضلة على العراق عبر خدمات مجانية، متناسيا تصريحات الساسة الإيرانيين في هذا الصدد، على غرار ما قاله رستم قاسمي مساعد الشؤون الاقتصادية في الحرس الثوري الإيراني من أن طهران حصلت على ثمن كل رصاصة قدمتها للعراق بشكل مضاعف. أما يحيى رحيم صفوي كبير المستشارين العسكريين لخامنئي فقد أكد أن تدخلات إيران في العراق كانت مقابل الحصول على الأموال، لكن عقلية نصر الله الطائفية دفعته لحرف هذه الحقائق، سيما وأن ميليشيا حزب الله لطالما كانت حاضرة بالملف العراقي وتحديدا في قضية جرف الصخر، كما أكد ذلك إياد علاوي عندما صرح أن قرار عودة مهجري القضاء لدى حزب الله. الأمر ذاته تكرر مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق خلال ملتقى الرافدين، محاولا أن يذكر بما سماه تضحيات قاسم سليماني في العراق. أود أن أشير إلى قاسم السليماني لأن هذا القائد الكبير أنقذ العراق من الإرهاب المتطرف، هذا شيء معلوم وكثير من القيادات العراقية. دور سليماني الحقيقي يظهر من خلال وجوده في غرفة عمليات قمع ثورة تشرين وسط بغداد، ليكشف هذا الظهور عن جانب مما فعله في العراق، فضلا عن اعترافات زعماء الميليشيات بدور سليماني في القضاء على المتظاهرين الذين رفعوا شعار إنهاء النفوذ الإيراني. ومؤامرة المظاهرات التي أريد منها أن يذهب العراق إلى الفوضى العارمة كذلك فشلت، وبيني وبين الله إذا نجد رجال وقفوا في كل هذه المحن هو الحاج سليماني والحاج المهندس. إيران التي ابتلعت العراق واستنزفت ثرواته فشلت في أن تقلب الحقائق وأن تستدرك على جرائمها عبر بروباغاندا ممنهجة لتظهر ثورة تشرين وعي العراقيين بمكمن الداء وأساس البلاء الذي يقود نظام المحاصصة الفاسد.